طبعة المشاهد تبدأ الآن. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على نفقته الخاصة. بطلب من المملكة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث التصعيد الإسرائيلي. المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي. نبدأ مشاهدينا أولى ملفاتنا الصحفية، حيث وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود قصر الشمسية الواقع بالقرب من حي المربع، وذلك على نفقته الخاصة. ويأتي دعم سموه امتدادا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في المملكة، بما يؤكد حرص سموه الكريم على المباني التاريخية في المملكة وعناية القيادة الرشيدة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي. ومشاهدينا، قبل البدء بمناقشة ملفاتنا الصحفية، دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الإعلامي الأستاذ حسن الشهري، حياك الله أستاذ حسن. الله يحييك ويحييك ويحيي الدكتور علي الرباعي. أهلا وسهلا فيك، حركت علي الترحيب من الباحة الدكتور علي الرباعي مدير مكتب صحيفة عكاظ. أهلا بك دكتور علي. أهلا زميل عزيزة وأستاذي الكريم حسن الشهري والمتابعين الكرام، حياكم الله جميعا. أبدأ معك أستاذ حسن، تعليقك على دعم ولي العهد وحرصه الشديد على المعالم التاريخية في المملكة العربية السعودية. أولا الاهتمام بهذا المعلم التاريخي الذي يعني قام سمو السيد الأمير محمد بن سلمان بالاهتمام به، وكونه يمثل يعني تاريخ من تاريخ المملكة العربية السعودية، هذه الاهتمامات ليست جديدة على الأمير محمد بن سلمان، فهو يعني أبو الاهتمامات، والدليل على ذلك ما نراه الآن من اهتمامات تاريخية وصلت إلى العلا وأصبحت محافظات ودعي إليها كل يعني الزوار من العالم. فمن باب أولى أن تكون يعني بعض الشواهد التاريخية التي يعني تشهد على تاريخ هذه الدولة أن تكون ضمن هذا الاهتمام. وقصر الأميرة نورة يعتبر يعني من المعالم التاريخية الهامة جدا يعني في مسيرة التاريخ السعودي. نعم دكتور علي، المعالم والمباني التاريخية في المملكة العربية السعودية شواهد راسخة على التاريخ السعودي. سؤالي لك، ما مدى انعكاس الاعتناء بالمكتسبات الوطنية والتاريخية التي تحفظ للمملكة العربية السعودية ثقافتها وتراثها؟ وهذه العناية لها دلالات كبيرة جدا أعود إليها لأؤكد على أن يعني الحضور الرمزي لشخصية الأميرة نورة
باعتبارها يعني كانت مستشارة للملك عبد العزيز، وكان يعتزي بها عندما يعني يحزبه أمر من الأمور فهو يعتزي ويقول أخو نورة. نعم. هذه الشخصية تؤكد على أن المرأة كانت شريكة فاعلة فعلا في دولتنا، وأنه القيادة تعاملت بحضارية مع المرأة وأيضا مكنتها من أداء دورها. يعني القصر كما نعلم كان يعني من القصور المميزة، هناك عدة أبواب يعني لفتت انتباهي، أنه باب للضيوف مثلا وباب لمن يطلق عليهم الضعوف وهم المحتاجين الذين كانت تمرر لهم الأطعمة والكساء، وأيضا من باب خاص لا أحد يراهم من باب أيضا الستر عليهم ومراعاة مشاعرهم. نعم. نحن لدينا في جميع المناطق الآن يعني مشاريع كبرى يعتني بها ولي العهد شخصيا، رمم مساجد تاريخية في جميع المناطق على نفقته الخاصة، ورمم أيضا قصور تاريخية تعود لبعض الرموز في المناطق. طبعا هذه القصور هي ذاكرة لنا جميعا بما تعنيه من دلالة كبرى على مسيرة هذه البلاد وتنميتها، على تاريخية أيضا هذه البلاد ورموزها، على أيضا الاحتفاظ بالذكريات للشخصيات البارزة سواء كانوا سيدات أو كانوا أيضا سادة. المملكة من ثقافتها أنها تعتني بكل ما يرتبط بالتاريخ وبثقافة البلد، لأنه كما نعلم هذا يعتبر أيضا مزار ويستثمر أيضا، لأنه كل الحقيقة الرموز أو عادة المباني التراثية في العالم هي محل اهتمام واستثمار سياحي كبير. نعم. أستاذ حسن، أعود لك. يعود تاريخ هذا القصر إلى عام 1354 للهجرة. إلى أي مدى أو هل يمكن القول بأن الاعتناء بالأماكن التاريخية يعزز من هوية الشعوب برأيك؟ الآن يعني القصر تقريبا له تقريبا 90 سنة يعني. نعم. وهو يعني شاهد من شواهد التاريخ، وفي كل دول العالم يتم الاهتمام بهذه الشواهد وتبقى يعني علامة بارزة كما ذكر الأستاذ الدكتور علي الرباعي. نعم. مزار، وأعتقد يعني أنه بالاهتمام بها وبآثار بمثل هذا المستوى يعني نكون نحن قد حفظنا تاريخا شاهدا ماثلا أمامنا، لا نحتاج لأن نكتب عنه وإنما نشاهده أمامنا عيانا بيانا. نعم. دكتور علي، آخر سؤال في هذا الملف، ما هي الأبعاد التي يعكسها الاهتمام بالأماكن التاريخية برأيك؟ نحن يعني نؤكد أنه أي اهتمام بشيء تاريخي هو تأكيد على ترابط الأجيال ببعضها البعض، احترام لأيضا رمزية تاريخنا العريق جدا والممتد في يعني سنوات وعقود وقرون طويلة مرت. يعني عنايتنا في هذه البلاد بالآثار وبالتراث ونوع من هويتنا السعودية التي ليس لديها هذا الحقد التاريخي الذي ربما يظهر في بعض الخطابات أو التيارات التي كانت تريد أن تدمر كل ما له علاقة بالإرث التاريخي باعتبار أنه بدع أو شركيات. هذا المفهوم انتهى. جميع مكتسباتنا عبر التاريخ سيتم العناية فيها وإعادة ترميمها وتأهيلها، لأنها تعني أن إنسان هذه الجزيرة هو إنسان باني وحضاري، وأنه قادر على أن يصنع حضارة مثل ما العواصم والحواضر في العالم العربي والإسلامي. نعم. أكتفي بالحديث عن هذا الملف بهذا القدر، وأنتقل مشاهدينا إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، وبطلب من المملكة دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية 14، ستعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في جدة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. القضية الفلسطينية في الوجدان السعودي، وهذا ما أكدته المملكة من خلال دعوتها إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامية على مستوى الوزراء لوضع خطة تحرك عاجلة. أستاذ حسن، تعليقك على هذا الأمر. والله أولا أنا يعني أتساءل، يعني هل ثمة يعني رئيس دولة يعني يعد في حالة انتخابه باحتلال دولة أخرى؟ يعني هل هي في يعني سبيل النكتة أو في سبيل الدعاية أو في سبيل أن تكون حقيقة؟ فإن كانت يعني حقيقة وهذا ما يعني تتخوف منه المملكة ودعت إلى يعني اجتماع استثنائي، فهو يعني إعلان يعني حرب جديدة، أن تقوم باحتلال مناطق من إضافة إلى الاحتلال الأول. نحن نتكلم عن الاحتلال الجديد، فهذا معناته يعني احتلال سافر وشيء يعني في هذا الزمن يعني ينبئ بأشياء خطيرة. وهذا ما جعل الدولة المملكة العربية السعودية وهي الراعية الأولى يعني للقضية الفلسطينية، وهذا ما يتضح لعمل هذا للدعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي، لأن تكون الدول الإسلامية والعربية في وسط الحدث، وأن تكون وأن يكون المجتمع الدولي أيضا حاضرا في هذا المشهد الغريب. يعني نعم دكتور علي، ما هو دور القانون الدولي والشرعية الدولية كذلك الأمم المتحدة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي؟ هو الأدوار عادة مأمولة، لكن ليس هناك شيء ملموس بحكم أن القضية الفلسطينية نعرف أنها قضية مع تقادمها يعني أصبحت معقدة تعقيد كبير جدا. المملكة العربية السعودية لم تكن سبب مشكلة في فلسطين، بل هي كانت الحلول التي تحضر دائما. وإذا استعدت اليوم تاريخ الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، كان له موقف من عام 1935 مما سمي بالمائدة المستديرة التي كانوا يخططون فيها اليهود للقدوم لفلسطين. ثم بعد ذلك في 45 المؤتمر الذي سمي مؤتمر البراق أو حائط البراق، ومولته المملكة في عهد الملك عبد العزيز. هناك 155 شهيد سعودي مدفونون في أرض فلسطين، ما يعني أن هذه القضية بالنسبة لنا هي قضية جوهرية، بصرف النظر عن المزايدات أو بعض الخطابات والشعارات التي تظهر والتي تحاول أن تحمل المملكة يعني مسؤولية ما يجري، مع أننا نحن علما كلنا على دراية كاملة من هو السبب في هذه الأزمات المتوالية للأشقاء. خادم الحرمين الملك سلمان يعمل مع الأشقاء الفلسطينيين فعلا، نعم، في حلحلة الأزمة والتصدي لكل ما من شأنه التعدي على المقدسات، وأيضا مع الأصدقاء في الشرق وفي الغرب هناك مساعي أيضا جادة لاتخاذ قرارات أممية. لكن كما نعلم لا زال هناك شطر أو كما يقال انشطار داخل الخلية أو النواة الفلسطينية نفسها، نعم، التي ربما هي المعنية بالدرجة الأولى أن تحافظ على كينونتها وأن تدافع عن مقدساتها حتى يصبح حضورها حضورا قويا وتجد المساندة الكافية. الملك سلمان 40 عام وأكثر وهو يرعى الدعم لفلسطين من خلال جمع التبرعات، ونحن نعرف الهيئات والمنظمات التي كانت. من كان في سني يذكر أيضا السفراء الفلسطينيين النتشة والكرش مصطفى الكرش والعجل اللي كانوا دائما يلتقون بخادم الحرمين عندما كان أمير للرياض ورئيس لجنة الدعم، يتسلمون شيكات مستمرة يمكن لعقود. يعني نحن نعرف هذا من إعلامنا. المملكة موقفها موقف ناصع من هذه القضية، ولا زالت وستظل برغم كل الأصوات التي تحاول النيل من المملكة، إلا أنه لا زلنا نتلقى حتى هذه السهام المسمومة برحابة صدر، لأنها لن تجعلنا نحيد عن قضية هي جوهرية وهي كما يقال قضيتنا الأولى في عالمنا العربي. نعم. أستاذ حسن، ماذا عن الخطة العربية الإسلامية وبلورت موقف يجبر نتنياهو على التراجع عن هذا القرار؟ أنا أتوقع أن اجتماع يوم الأحد بإذن الله سيكون اجتماع مثمر، نعم، سيكون يعني أمام أنظار المجتمع الدولي،
لا أتوقع أنه يعني اجتماع دول عربية وإسلامية بهذا الكم وهذا الكيف أن يكون يعني اجتماعا يعني هامشيا، وأتوقع أن تصل الأصوات يعني قوية وبشكل رسمي إلى نتنياهو يعني للوقوف يعني أو لإلغاء هذه الفكرة العجيبة التي يعني لم أشهد على الأقل في تاريخي أن هناك يعني رئيس دولة يمني شعبه بأنه إذا فاز في الانتخابات سيقوم باحتلال جزء آخر من دولة أخرى يعني. نعم، أنتقل بكم مشاهدينا إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، حيث أكدت المملكة في كلمة ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي. جاء ذلك في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعبر سموه عن أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور علي، تدخلات إيران العدائية خطر يهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة العربية بشكل كامل، برأيك هل ستتحرك الأمم المتحدة ضد تجاوزات إيران؟ هو ممكن تتحرك الأمم المتحدة إذا تحركت الولايات المتحدة، لأنه يعني ترامب أصبح يناور بين عشية وضحاها، يعني كأنه حالة الطقس أحيانا في بعض المناطق الفور سيزون أو المناخات الأربعة في وقت واحد، حتى لم يعد الإنسان يستطيع أن يحدد ما هي وجهة رئيس الولايات المتحدة تجاه إيران. الغرب مؤكد وخلال يعني بعض المنظمات الدولية والأمم المتحدة مؤكد أن لديها صورة واضحة، يعني المملكة في منظومتها العربية والخليجية دولة ترعى السلام وتقيم مؤتمرات وتتبنى يعني مبادرات ومشروع حوار أتباع الأديان والتسامح والسلام الدولي، وإيران تتشيطن وتقيم مفاعلات النووية وتمد أيضا يعني كما يقال مخالبها وأنيابها إلى عواصم عربية، والغرب يقف موقف متفرج. نحن نسأل الغرب ماذا يريد أن تكون منطقتنا؟ إذا كان هي الرئة الثالثة للاقتصاد والتي لا يستغني عنها الغرب، يفترض أن تكون منطقة منزوعة من مثل هذه الأسلحة التي ربما تقع في يد بعض الحمقى مثل ميليشيات إيران ويعني تعبث بها، تعبث بأمن المنطقة كامل. فهذا خطر ينبغي أن تجابه الأمم الواعية والحضارية التي تسعى للسلم وتريد تحقيق أمن في العالم. نعم أستاذ حسن، ما أهمية إيجاد حل عاجل
تجاوزات إيران في المنطقة ونشرها الأسلحة النووية في منطقة الوطن العربي. المملكة العربية السعودية منذ عقود وهي تدعو إلى وجود حل يعني فاعل على الأرض. الدول الكبرى هي دول أتوقع مناورة لا تريد أن يعني إيجاد حل مباشر أو فاعل لهذه القضية. دولة كإيران دولة مارقة، دولة حروب، دولة اعتداءات على دول الجوار، دولة حرق السفارات والقنصليات، لا يمكن أن تتاح لها فرصة بهذه الخطورة بأن تمتلك أو تستمر في التسليح النووي وأسلحة الدمار الشامل. نعم دكتور علي، هل تعتقد أن إيران عائق رئيسي للاستقرار في المنطقة في الشرق الأوسط؟ وهل هي برأيك تلعب دور رئيسي في التحركات الدولية؟ هي ليست عائقا فقط، هي مع شديد الأسف أن يعني المنهجية التي نعرفها جميعا هي منهجية اعتداء وعبث. يعني إيران يعني مجرد ما عرف بالثورة الخمينية يعني أسرت مجموعة من الرهائن الأمريكان، ما عرف حينها بإيران جيت وغيرها، يعني أيادي ملطخة يعني كما يقال عادة ببقايا الجرائم التي ارتكبت على مستوى انتهاكات على مستوى دبلوماسي وعلى مستوى يعني اختراق حدود دول على مستوى تجاوز وتهريب الأسلحة. يعني كل ما قدمته إيران حقيقة من يعني تعديات وتجاوزات لا يشفع لها أمام المنظمات الأممية والدولية أن الآن تتمدد أو تحاول أنها تتطاول أيضا بأن تملك سلاح نووي. يفترض أن يكون هناك ردع، والمملكة عبرت عن قلقها منذ زمن مبكر كما ذكر الزميل، ولكن ربما اللاعب الغربي ما زال يعني يلعب بالبيضة والحجر كما نعرف يعني ونألف منه. دكتور علي، عذرا عن المقاطعة، مشاهدينا بهذا الملف نكون وصلنا إلى نهاية لقائنا فيكم لهذا اليوم. في الختام أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، ضيفي في الاستديو الإعلامي الأستاذ حسن الشهري، شكرا لك أستاذ حسن. شكرا جزيلا. شكرا، وأيضا من الباحة دكتور علي الرباعي مدير مكتب صحيفة عكاظ، شكرا لك دكتور علي. العفو، شكرا جزيلا. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.